سماحة الشيخ عبد العزيز أبو عائشة. أبو عائشة تسمعني؟ أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام، حيا الله الأخ أبو عائشة، تفضل أبو عائشة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين وصحابته وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. أنا صراحة سمعت كلام كثير. أي والله. وطويل جدا في قضية الهجوم على بيت الزهراء. زين. أولا لا توجد رواية صحيحة أن عمر هجم على البيت أو أنه دخل البيت عنوانا، وهذه فرية افتريت على الخليفة الراشد الفاروق الأكبر عمر بن الخطاب. والدليل على ذلك أن أبا أن عمر قال لفاطمة، والله هي بنت رسول الله، ما من أحد أحب إلى أبيك من ما في أحد أحب إلينا من أبي، وما من أحد بعد أبيك أحب إلينا من أبي. تخيل يعني أقول له هذا. كمل 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 يا شيخ عبد العزيز، كمل الرواية لا تبتر يا أخي، البتر ترى مو صحيح والله. إيه بعد أن قال هذا ماذا قال وراها؟ ماذا قال وراها؟ ماذا قال وراها؟ كمل. أنا أتكلم عن عمق المحبة التي كانت. أخي خلي المحبة، وما من أحد أحب إليك إلينا من أبيك بعدك منك، وما ذلك بمانعين اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أحرق عليهم البيت. هي هاي المحبة يحرق بيت النبي؟ يا سلام. ومن المحبة ما حرق، ومن المحبة ما قتل. ها هي هاي المحبة مو؟ هي هاي أشداء على الكفار رحماء بينهم، هي هاي الرحمة بين الصحابة؟ يحرق على بأي شرع عمر يهدد بالحرق؟ وين الشورى؟ وين المحبة؟ وين القرابة؟ ها وين القيم؟ وين الاخلاق؟ وين المبادئ؟ وين وين؟ اولا المحبه موجوده بين الصحابه، نعم. ولا تجد احد انه اساء اليها حتى بعد وفاه ابي. لا يوجد من اساء اليها، يوجد، لا تقول لا يوجد من اساء اليها، لا يوجد، يوجد من كذبها ويوجد من اساء اليها، لا تقول ما يوجد، لا ما يوجد، لا تنكر هكذا، لا تقول لا يوجد. اختلافات رأي، اختلافات فكر، اختلافات عمي اختلافات تهديد بالحرق، هاي شنو من اختلافات؟ عمي اختلافات تهديد بالحرق، حرق البيوت، تهديد برعب الأطفال، برعب النساء. هذا اليوم تعرف، هذا اليوم لو في الدول الغربية عمر بن الخطاب يحكمون عليه إرهابي لأنه يهدد بالحرق، أما يقولون هو مجنون وأما إرهابي. هذا إرهاب عمي، هذا إرهاب. تبايع وإذا ما تبايع حرق بيتك. شنو هالكلام هذا؟ شنو هالكلام هذا؟ الآن أمراءك الآن آل سعود غير فعلوا هذا الفعل مع الناس؟ ما سووا هذا الشيء. هذا إرهاب يهدد امرأة أحرق بيتك عليه. أن عمر أرهب الزهراء أو أخافها أو أراد إيذاءها، وهذا تسمي وهذا ماذا؟ في أي خانة تضعه هذا؟ في أي خانة تضعه هذا؟ ها؟ في أي خانة تضعه هذا التهديد؟ هذا تهديد محبة؟ لماذا تريد أن تخلق مشكلة من لا مشكلة؟ ما في أصلا. لا ما أخلق المشكلة، موجودة المشكلة، خلقها عمر، المشكلة خلقها عمر. والدليل أن علماءك، اسمعني، علماءك الآن حينما يأتون إلى هذه الرواية يبترون قول عمر، فقال عمر كذا وكذا. ليش؟ لأن هذا الكلام الذي تفوه به عمر ما يتفوه به إلا إنسان. أنت أكمل الفراغ، ما أتكلم أنا احتراما إليك، مو احتراما لعمر، لا احتراما إليك. أنت أبعدت النجاة. الروايات واضحة، فيها أدب مع الزهراء، فيها احترام. لا ليس فيها أدب، والله ليس فيها أي أدب، ليس في. والأدب حينما اقتحموا وكسروا سيف الزبر والذهبي يقول صحيح؟ هذا أدب؟ كسروا سيف الزبير صحيح؟ حديث صحيح، هذا أدب؟ أن تثبت لي برواية صحيحة أنه هذه الرواية صحيحة، تفضل. هذه الرواية هذه الرواية يقول برقم 4422 عن عبد الرحمن بن عوف قال كان مع عمر بن الخطاب،
هو يقول رضي الله عنه أن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير. يقول الذهبي صحيح. يلا تفضل العب الذهبي. يلا بل يقول على شرط البخاري ومسلم. يلا اشتريت بعد. بس لا الذهبي يقول على أبو عائشة. أرجوك 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 أبو عائشة اترك الدفع بالصدر بلا علم، مع احترامي لك والله ما أريد أتجاوز عليك. يعني كذب مو صحيح، لم يصح. قل الدليل، وين الدليل؟ وين الدليل؟ أكيد على تقدير صحتها، وأن سيف الزبير انكسر في تلك الحادثة. نقول ما هو السبب على فرض الصحة؟ هذا أساسه وإرادته أنهم يسكنوا نار الفتنة، وإغماد سيفها لا على قصد إهانة الزبير. كسر سيف الزبير إن صرحت الرواية فهو دليل على إغماد الفتنة وكسر سيفها وعدم إهانة الزبير. هذا هو الذي يريده الناس، ألا يريدوا شق عصا المسلمين والصد عن جماعتهم؟ أبو 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 عاش جواب واضح. تفضل أخونا عمر من الجزائر، بس خلينا نشوف الأخ عمر. عمر تفضل. نعم، أنا أولا السلام عليكم، وأنا لم أطيل في الكلام.